بحسب ما وصفها منتسبون في جامعة البصرة، جهات متنفذة تحاول نقل ملكية اليخت الرئاسي من ملكية الجامعة إلى وزارة النقل. فكون جامعة البصرة تستخدم هذا اليخت لسحب عينات البحوث العلمية من أعماق البحار لإمكانيته العالية في الدخول بعمق المياه الإقليمية مع دول الجوار، وهذا ما سد حاجة الباحثين الذين نظموا رفقة أساتذة وموظفو الجامعة وقفتهما الاحتجاجية الرافضة لتسليم يخت نسيم البصرة لوزارة النقل. دأبت وزارة النقل على التحرش في ممتلكات الجامعة في تحويل هذا اليخت إلى عهدتها، ولا نعرف لماذا تستهدف الجامعة بهذا الإجراء. لديها العديد من القطع البحرية، وقطعها البحرية التي تملأ الموانئ العالمية والتي لا أحد يطالب بها. لماذا هذا اليخت الذي عملنا على إصلاحه وتأهيله للقيام بمسح المياه الإقليمية العراقية وشط العرب؟ وقفة الاحتجاج لكوادر جامعة البصرة الرافضة لتسليم اليخت الرئاسي الذي يعود لحقبة حكم ما قبل 2003 تضمن المطالبة بدعم الباحثين أولا، وثانيا إيقاف تحرشات سلطة النقل البحري المستمرة لسحب اليخت ضمن ملكيتها. إيقاف محاولة تحويل ملكية اليخت نسيم البصرة من جامعة البصرة إلى وزارة النقل. ثانيا دعم الباحثين وطلبة الدراسات العليا والأولية وتعزيز قدرات الجامعة في البحث والتطوير خدمة لبلدنا العظيم وخدمة لجامعتنا. الوقفة الاحتجاجية الرافضة لمحاربة الباحثين وسحب اليخت الوحيد المستخدم لعمليات البحث العلمي طالبت محافظ البصرة بالتدخل الفوري لحل الأزمة، محذرة من خطوات احتجاجية تصعيدية قريبة إن لم تكف وزارة النقل عن محاولة سحب الأداة المساعدة الوحيدة لطلبة الدراسات العليا والأولية في الجامعة. من البصرة أركان تقي، قناة اليوم.